العدسه تحت. وعسى طالع وعسى طالع. كمان شهد الان. يلا. مش. بعد ما شهدتي. يلا يلا وعسى طالع بس. مدينة إدلب تعيش أصعب أيامها. غارات روسية لا تكاد تهدأ على المدينة. إسعافات في كل مكان. كما شاهدت الآن شوارع إدلب، هذه هي الحالة اليوم في مدينة إدلب. غارات روسية تستهدف مساكن المدنيين، استهداف مباشر للمشفى الوطني في مدينة إدلب. أكثر من 20 غارة روسية من ليلة أمس حتى هذه اللحظة، أكثر من 30 شهيد، عشرات الجرحى من المدنيين. حالة خلع كبيرة في صفوف المدنيين في مدينة إدلب، حالة نزوح كبيرة أيضا في صفوف المدنيين من مدينة إدلب. غارات تستهدف فقط مساكن المدنيين. جرحى كما يخبرنا فاق الدفاع المدني. الآن وصلنا إلى مكان الغارة، كما نشاهد حالة رعب في صفوف المدنيين. إذن كما شاهدنا الاستهداف المباشر في مساكن المدنيين، فرق الدفاع المدني والإسعاف لا تكاد تهدأ من إسعاف الجرحى في مدينة إدلب. حالة هلع كبيرة في صفوف المدنيين كما نشاهد. جرحى أكثر من 4 جرحى في هذه المنطقة بعد وصول الدفاع المدني إلى هذه النقطة وفرق الإسعاف في مدينة إدلب. أربع أربع حرس عزة. استهداف آخر الآن في مدينة إدلب، هذه هي الغارة العاشرة منذ صباح هذا اليوم على مدينة إدلب. تحت الأولاد. ولا عم. الأولاد تحت. وين حدا مع الباب؟ الباب ده بده الباب مش عند الباب. الباب شنو بده يا شباب؟ وين الأولاد؟ يا شباب ليش عندك؟ في حدا؟ هات هات واحد. في ولدين تحت، في ولدين تحت يا شباب عليكم. يا اخي خلي طلع قد ايش هالولاد. طويله 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 بالكاميرا. تعال تعال هاي طويله. ولدين وين ولدين؟ عمي وين هون؟ هون كانوا. اطلع شو قريب ابدي هلا. سمح لي اعطيني هون وانا مدايل هون. ما في حدا من البلاد. عمي من لا ايام تقضوا. يا شيخ على الغبره ما عم يضوي. اضوي اضوي هون شباب هون هون تعوا. ما عم يضوي على الغبره ما عم يضوي. وين ولدين؟ هو ما في شيء حكي بهاي الغرفة. في ولدين عم نقول في ولدين. طيب وين يا حجي هنا ضوينا. يا حجي ما في طوع. جوا جوا جوا. في 20/7/2016 قام نظام الأسد وأعوانه بشن عدة غارات على مدينة إدلب على الأحياء السكنية والقطاعات الخدمية. أكثر من 15 غارة أدت إلى عشرات الجرحى وخروج مشفى الوطني عن الخدمة. وهنا نحن في المكان اللي نحن فيه هي الغارة على المشفى الوطني، وما زال القصف مستمر على مدينة إدلب. وفرق البحث والإنقاذ من الدفاع المدني تقوم بعملية إخلاء وأسعاف الجرحى وانتشال العالقين من تحت الأنقاض. طيب انتم كدفاع مدني عم تلحقوا تشيلوا الجرحى اللي تحت الانقاض، عم تلحقوا توصلوا لنقطة الضربة باللحظات الأولى لانتشار الجرحى؟ الحمد لله يعني استنفار كامل 24 ساعة. هلا حاليا 35 شاب موجود بمحافظة إدلب مخدم بسيارتين اسعاف، سيارتين بحث وانقاذ، بالإضافة لسيارة اطفاء وتراكس موجود
تدخل في حال حدوث أي ضربة أو حادث. الحمد لله التغطية أكثر من 90% بالمحافظة، عشرات شهداء وعشرات الجرحى موجودين. هلا آخر غارة كانت هي هون على المشفى الوطني.